شوف، ونفترض انك طالع سيارتك وانت مستعجل، ركبت بالسيارة على السريع وشغلتها، مستعجل على وين؟ رايح تلعب جولف وما عندك المسمار اللي تغرزه في العشب وتثبت عليه الكرة، شو الحل؟ بنتلي عندها الحل. عندك هذه القطعة في سيارات بنتلي المختصة للمكيف، ممكن انك تستخدمها في لعب الجولف. هذه هي البنتلي جي تي موديل 2016 بمواصفات خليجية، السيارة ماشية فقط 45,000 بلون خارجي مميز ولون داخلي مميز أكثر. بنتلي جي تي 2016 مواصفاتها خليجية، توفر عليها محرك V8 8 سلندر 4.0 توين تيربو، طبعا حساسات بالأمام وحساسات بالخلف مع أضواء LED جمط قياس 21، بصمة دخول وبصمة تشغيل مع حساس النقطة العمياء أيضا متوفر على المرايا. طبعا الأبواب شفت تتحكم بالمراتب بشكل كهربائي، طبعا موجود ذاكرة كان يتحكم بالطارة أو بالستيرينج. وخلنا نرجع هذه القطعة مكانها عشان لا يزعل علينا المتابعين. كاميرا خلفية، نظام التبريد والتسخين في المراتب الأمامية، عندك الجناح الخلفي الآن أطلع نصور لكم إياه، ونظام الهيدروليك أيضا متوفر. عندك هذا الجناح اللي متوفر على السيارة باللون الأسود. طبعا عندك الشاشة الوسطية تعمل عن طريق اللمس، أنظمة تتحكم في تكييف راديو ميديا تليفون نافيجيشن وإنفو معلومات عن السيارة، شيء أساسي في حاملات أكواب ومسند وسطي أيضا. مساحة تخزين وعندك تخشيب. مراتب الصف الثاني توفر فيها مناطق مخصصة لتركيب كرسي للأطفال، للشباك الخلفي. عندك أيضا مساحة تخزين مع منفذين USB.